هنسمع مجموعة من الفنانين والفنانات، المطربين والمطربات والممثلين والممثلات، في سكتش اسمه عمارة الفنانين. عمارة الفنانين عمارة بناها الفنان محمد رضا وسكنها لكل المطربين والمطربات والممثلين والممثلات. هنزورها ونتفرج على العلاقة والمشاكل اللي بتدور بين المالك والمستأجر. محمد رضا صاحب العمارة، توفيق الدقن وكيل العمارة، أقدم ساكن في العمارة الأستاذ حسن البارودي عباس فارس حسن فايق، بواب العمارة الفتوة مرات البواب أحمد الحداد، رئيس لجنة تقدير الإيجارات الدكتور يوسف وهبي. هنزورها الصبح نتفرج على الفنان أمين الهنيدي وجاي دايخ مش لاقي شقة ونفسه يسكن في عمارة الفنانين. يا أهل الله، يا أهل العمارة، يا أهل الفن، اخص بقى في عمارتنا من حد دلوقتي يا سيادنا. يا اخوانا شوفونا الشق عندكم، حرام عليكم، 10 سنين وانا نام في القمدة الفردوس، بقول شوفونا الشقة. الله، هي العمارة دي منشقة على بعضها ليه؟ انا امين هنيدي مش امين شرطة، ما تخافوش. انت وليه؟ انت وليه مرات البواب؟ وليه؟ انا وليه يا ابرة مصدية يا ادم من طرمية السبتية تطلعيه قول بتبيع بليلة ولا بيحفول. بس يا اختي، ودي من ساكن عندكم في العمارة دي؟ عفاف لادي، تعالي عفاف، تعالي بوب سعان مالك عفاف، نازلة فستانك مبلول له يا عفاف على الصبح. امو يا مين، تعوش الحنفية غرقت المطبخ يا حبيب، بكلم صاحب البيت وعايز ندفع للسباك اجرة التصليح بيجيب، ادفع بس ليه وانا ذنبي ايه؟ راجل بالبلاء ولا حسيت بعمارة وقاضي فيها من نصيب، اللي رماني ده نصيبي. لا لا لا، اطمني عفاف، انا هبهدلك صاحب العمارة. انت يا باب العمارة. الله 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 الله، استنى خينا ما تشوف الجدع اللي هيحدف نفسه من منور ده قبل ما يدفع الايجار. يموت يموت لك الايجار ما يموتش. وشرفك يا محمد يا رشدي، ما انا فاتح المية الا ما تورد المية انت الاول. الله، شوف يا اخويا في الشن علينا وليه للسكان. اسقيني يا شادية وناوليني حبة مية، الله يجازيهم من شهرين قطعوا عليا الماي، الله يجازيهم من شهرين قطعوا عليا الماي. اوعوا تسكوا المحابس والله يا ناس لا قايس، واخش معاكم في قضية، افتح يا اخينا انت وهي الميه. كمان بتقطع الميه على السكان، دي عماره سكلانس خالص. وده من المدعيد ده توفيق الدقن وكيل العماره اللي واكلها. الو الو يا ام اي والله العظيم، الو استر يا اللي بتستر. وده من ده في باب العماره ده، هنيدي اصبر اصبر يا هنيدي اصبر، لما المعلم رضا صاحب العماره يصحى من النوم. اصبر يا اخ، انت حج، انت اللي داخل باب العماره، عايز مين يا حج؟ اما يا ابني عمك حسن الضابوضي، اقدم ساكن عندكم هنا في العمارة، انت حتعمل وكلها عضية انا كمان اطوه
أخويا دقم، هي دي عمضات. العمضات كانت زمان، كنت تتوه في الشقة، كان في أسانسير للسقايين، كان اللي تأخر في دفع الإيجار 10 سنين يبقى البيت ملكه. أبوه يا دقم. بس ولا كلمة، صاحب العمارة وصل. صباح الخير يا أجدع معلم في الفن كله، انت اللي مصحيك دلوقتي يا معلم؟ ده احنا لسه العصر. وانا من يوم ما تأسست وهزوها المعمارة بيجيلي استنوام، وربنا انا عارف ومتأكد ان في حد عامل لي عمل وفرشولي على عتبة الاسانسير. عارف مين؟ هنيدي جاي تسكن عندي. يا هنيدي انا عندي لك شقة مقاسك ولبساك، شقة معتبرة جديا، 5 كبنهات وصالة، شرحة شرحة. عندك الصالة دي طولها 2 متر وعرضها 6 أمتار، تنفع أوضة جلوس، وإن ما كانش عندك عفش ما تقلقش اعملها أوضة وقوف. المطبخ على الشمال دهنهولك زيت زيتون، والحمام أشامي، كل أشامي، وربنا كل أشامي. جايب لك في الحمام بن موم تستحمى فيه، تنام فيه، تأجره مفروش، انت حر. فوق البن موم دونش يعرش على جمل. ثانيا بقى انا ما باخدش خلوه، الخلوه ده حرام، والناس اللي تاخد خلوات حرام، انا باخد استكرام. يعني لو اخذ اوضة الجلوس استكرامها 2000 جنيه، أوضة السفرة استكرامها 3000 جنيه، يعني تروح تجيب لك 10000 جنيه وتيجي فورا. استكرام. متشكرين يا معلم. استكراد. اجري يا ديموف على باب العمارة شوف مين اللي عامله ليلة ديم. واتبالك يا معلم ده يوسف بيه وهبي رئيس لجنة تقدير الإيجارات. ها واتبالك على ودنه. عندك حركة واحدة أضيعك. قف قف يا عدو القانون والكمنجة، ولتحل عليك اللعنة الأبدية بتخفيض 20%. قف أيها اللعين أمام يوسف بي عميد الفنانين في القرن 20. جئت أبحث شكاوي المظلومين ومشاكل الاحتكارات في السكن والإيجارات. وربنا يوسف أنا مش صاحب العمارة، صاحب العمارة هو المعلم رضا. يا 300,000,000,000 بنجور عليك يا يوسف بيه، وربنا أنا بحبك يا يوسف بيه. يا يوسف بيه هزوا السكان في السكن زي اللهلوبة، الواحد منهم يتمسكن لما يتسكن. أول شهر يشخشخ بمحفظته، تاني شهر تلاقيه ما تلاقيش المحفظة، ثالث شهر لا تلاقيه ولا تلاقي المحفظة. إذن فلتعلم أن محفظة الفنان كعود القصب لا يمص عصير مرتين. أقسم برأس جدي ورأس والدي أني لم أشاهد حتى هذا في الأفلام الأمريكية، ولكن كيف يحدث ذلك من سكان العمارة؟ عندك محمد طه جاي من بعيدة عمال يقول آه يا عيني آه يا عيني. يظهر واحد ابن حلال رقع عطوبة في عينه خلص لي حق، هو والتمانية المخبرين اللي بيزمروا معاه، واخدين أوضة فوق السطح، 9 في أوضة واحدة يوسف بيه، كل واحد جايب لي شومة يزمر عليها عشان يستعملها وقت الدفع، ورأسه طربوش 1000 سيف لا ممكن أبدا يدفع أجرة البواب. تعال هنا يا طه، مش راضي تدفع أجرة البواب ليه؟ ساكن على السطح مالي ومالي البواب ليل. ادفع ايجار اوضه مالي باجره البواب، هنزل على الماسوره مش هدخل في يوم الباب. بواب عمارتكم ده ملوش عندي اي حساب، ونجوم يطلبوني هتظلم واقول على الغاب. هقبض الفرقه والله هصلف على البواب. اي 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 يا عين اي.
سامع يوسف بيه. وده مين ده؟ ابو لمعه وبيجو. عايز ايه يا ابو لمعه؟ الحق الحق يا معلم، تعالى شوف الفيل والتمساح. الفيل كان هيهد العماره والتمساح كان هيسد البلاعه. ادي اللي بتقول على دي يا ابو لمعه، فيل او تمساح؟ خد بالك يا واد يا خواجه، بصيت لقيت الفيل هاجم عليا كده اهو، والتمساح جه يتمسح فيا، جيت قمت مطلع السيف من جيب الساعه. يا لخويتي، طلعت السيف من جيب الساعه يا ابو لمعه؟ ما هي ساعه حيط، لقيت هاجمين عليا كده اهو، كشيت فيهم كشوا. وان ما كنتش مصدقني يا معلم، تعالى شوف الفيل والتمساح بعينك. اجي شوف الفيل والتمساح. ايه ده يا ابو لمعه؟ ده فيل وده تمساح يا ابو لمعه؟ ده اللي انا شايفه فار وبورس يا ابو لمعه. ما خد بالك يا معلم، كشيت فيهم كشوا. يا سلام، انت انقذت هذه المعماره. عايز ايه يا دئم؟ يا جدع اللي اسمه حسن فايق ده خلاص، تقول النهار فتح الراديو على اخر وشي مزيكا غربي وسكان العمارة كلهم يشكوا مني. يا معلم اسمع اسمع يا معلم، فتح الراديو على اخره ازاي؟ اقفل اقفل هزوه الراديو يا حسن يا فايق. انت بتتهجم علي يا بيتي، انا افتح الراديو. انا افتح الراديو وافتح كرشك كمان. سامع سامع يوسف بيه؟ وده مين ده اللي جاي متنرفز ده؟ عمو عباس فارس. في ايه يا عمو عباس؟ مالك جاي متنرفز كده ليه يا عبس؟ الحاجة معلم يا اخويا، تعال يا اخويا شوف الاستاذ فريد الاطرش والاستاذ وديع الصافي، واخدين جنب يا اخويا شقة مفروشة وراجعين الساعة 3 بالليل وقاعدين على السلم بيعيطوا وفاكرين وسلم مزيكا ولا ايه يا معلم؟ اجري اجري يا دقم شوف الاساتذة دول. استاذ فريد، استاذ كبير زيك يقعد عيط على السلم؟ بتعيط ليه يا استاذ؟ ودي يا صافي، واحنا راجعين بالليل ضيع مفتاح الشقة المفروشة، ضيع مفتاحه والناس نايمين في الحشن ارتاحوا، ولا نبات فين؟ ضيع مفتاحه مفتاحه والناس نايمين. اطلع اطلع بجنيه يا استاذ، اطلع بجنيه نعمل لك بدل فائد نعمل لك مفتاح تاني. معلم رضا، فريد ودي ضيع مفتاح الشقه، وشوف لنا عندك مفتاح احتياطي عشان يخشوا الشقه. الله، طالما ان مفتاح الشقه ضاع يبقى العقد مفسوخ ولم يجوز بتاتا حد يخش الشقة إلا ما نبحث الأمر ويدفع أجارة جديدة واستكرام جديد كمان. عاجبك الكلام ده ولا لأ؟ تأمر على الراس وعلى عين أمر يكون يرضي الطرفين، تأمر على الراس وعلى عين أمر يكون يرضي الطرفين، شوف لك خلي يكون مبلوع يا أناني يا مفجوع، شوف لك خلي يكون مبلوع يا أناني يا مفجوع، معقول نسوي الموضوع ومش معقول تاخد إيجاري. واد يا بواب، علق سكنتي الأسانسيه، وقف هزوها الأسانسيه طول هزوها اليوم. حاضر يا معلم. ده في واحد بيستغيث فوق في الأسانسيه، ده بينه فهد بلان. سيبه سيبه متعلق 7 شهور، لا دفع إيجار ولا نور، كل شهر بس فالح يتجوز لي جوازة جديدة، يتجوزها من هنا ويشرح لها من هنا، أجي أقول له الإجارة يقول لي ها 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 ها،
انا جبت حدين عشان يدفع لي خاخا، وربنا ما انا منزلك الا لما يبلغ خاخا. وفي حد شل سكنت النور ولا الاسانسير دمك كسر، حبسوا لي دمي سبع عذر ليه يا حبيبي. جفل على هو 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 هو، جفل علي في اسانسيرهم، جفل علي ولدي يا ولدي، جفل على